السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام أينما وحيثما كنتم، الله يمسيكم بالخير ويجمل حالكم. طبعا اليوم راح هذا المساء إن شاء الله راح تكون رياضة خفيفة على الممشى الدائري الرابع، وأتمنى أنكم تستمتعون معنا في هذه الرياضة الجميلة وتكون تغطية موفقة بإذن الله. أنا ما أدري المشي في الليل يعني مفيد زي النهار ولا نحن مع الخيل يا شقرة، نشوف الناس تمشي ومشينا معاهم. أنا أتوقع المشي المفيد في الصباح يعني بعد صلاة الفجر والعصرية تقريبا، هذا اللي أشوفه مناسب. في الليل والله ما عندي تقريبا معلومات كافية، ولكن إن شاء الله راح نبحث عنها وكمان أبحثوا عنها. خلاص نهاية الممشى هنا. طبعا للي يبغى يكمل، بس في مشكلة السيارات هناك والزحمة، هنا ما في أحد ما شاء الله. تقريبا 2 كيلو كافي، 4 كيلو في اليوم رايح جاي ممتاز. أكيد أنكم تعرفون هذا الجبل تقريبا خاص في بن لادن، ملك أملاك بن لادن، المستودعات والمصانع والعمال، سكن العمال وغيرها. هذا المسجد تقريبا له 3 سنوات باقي ما انتهى. وأنا دائم طبعا أمشي هنا كل يوم، ما هو كل يوم، يوم عن يوم يعني على حسب المزاج. والحركة فيها بركة، والرياضة زينة، والمشي أزين. في آثار مشي كلب هنا ولا ذيب ولا الله يستر، لكن يمشي معهم. شوفوا فين تجد، ايوه هذه الآثار، ايوه هذه الله يستر. الدائري الرابع من المحاور أو الطرق اللي خدمت مكة بشكل كبير من ناحية الزحام، واختصرت على اللي يروح مكة واللي يروح الطائف، آسف، اللي يروح جدة واللي يروح الطائف، اختصرت عليهم مسافة كبيرة ووقت كبير من الزحمة. كان اللي يجي من الطائف يجلس في داخل مكة من الزحمة أقل شيء ساعة، ساعة ونص، هذا أقل شيء. يعني مثلا الظهرية وقت خروج الناس من الدوام، ولا في الصباح، ولا أوقات الذروة. الأوقات العادية لا، يعني نص ساعة، ربع ساعة كذا وانت خارج من الدائري الثالث، اللي يجي من الدائري الثالث. اما اللي يجي من الدائري الثاني والعزيزية يبغى لها وقت.
شكرا لكم أحبتي، وأتمنى أن هذا الفيديو نال على إعجابكم، ولا تنسون من اللايك والشير والسكربرايز ولا ما أدري اسمه. الهدف من هذه الفيديوهات إن شاء الله نحن نصل عدد معين من اللايكات المهم الأرباح اللي نحصل عليها من هذا اليوتيوب أو من هذه الفيديوهات راح تكون سبيل داخل الحرم، إفطار صائم الاثنين والخميس، برضو ثلاث أيام البيض، وكذلك موسم رمضان، شهر رمضان كامل من أرباح الإعلانات. فأتمنى أنكم ما تبخلون علينا باللايك والشير ما أدري والله وش يسمون، المهم أي شيء مفيد لا تبخلون علينا فيه. شوفوا ما شاء الله أجواء مكة. شبت نار ولا كذا، برادي شاهي. طبعا الساعة 1 في الليل الحين. نعتذر لكم، ووصلنا إلى آخر الفيديو، ما نبغى نطول عليكم، وإذا تبغون نطول في الفيديوهات فبرضو اكتبوا لنا. وشكرا لكم والسلام عليكم.